الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة ويوجه بالاعتماد على المكونات المحلية في التنفيذ. رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب. وأوكرانيا تعلن استئناف تصدير الحبوب من 3 موانئ، وروسيا تهدد بانهيار اتفاق الحبوب ما لم ترفع العقبات أمام صادراتها. 6 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وما تمثله من فرصة لتوطين الصناعة بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة التي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها، تضم حوالي 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات، لا سيما شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء والإنارة والاتصالات والبريد والنقل والطرق والمجمعات الحكومية النموذجية والري والزراعة والتعليم والصحة والشباب والرياضة وبرامج التضامن الاجتماعي والإسكان والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية. كما تم أيضاً استعراض مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذاً في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلاً عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من 10,000 تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد. وفي نص برقية التهنئة أكد رئيس مجلس النواب ضرورة استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة
التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة من حب الأوطان والتضحية من أجلها وصدق النية وإتقان العمل. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وفي برقيته أكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الجليلة كانت ولا تزال رمزا لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. كما هنأ رئيس مجلس الوزراء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وكذلك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوقي علام، وكذلك للقيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي، وقد اطلع رئيس الوزراء على الأعمال الخاصة بتطوير الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح بطول 55 كيلومتر في المسافة من تقاطع طريق وادي النطرون العالمين وحتى مدخل مطار العالمين. وتستهدف تلك الأعمال إقامة 6 حارات رئيسية لكل اتجاه، بالإضافة إلى 4 حارات خدمة بواقع 2 حارة لكل اتجاه. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية التوسع في تطبيق منظومة النافذة الواحدة بالمواني الجمركية ونظام التسجيل المسبق للشحنات لضبط منظومة الاستيراد وتخفيف الضغط على العملة الصعبة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة موقف منظومة النافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات، حيث شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتفعيل النظام الذي يحقق رقمنة وميكنة جميع الإجراءات الخاصة بالموانئ البحرية إلكترونيا وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الميناء. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي عن تقديم دعم شهري منتظم إلى 400,000 أسرة من الأكثر احتياجا بتكلفة إجمالية تبلغ 2.4 مليار جنيه. كما أعلن التحالف الوطني عن استمرار تنفيذ مستهدفات خطة الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة وصل الخير 2 لخدمة ورعاية نحو 5 ملايين أسرة خلال العام الجاري. نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية JMC بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكلية الطب بالمملكة المتحدة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية للارتقاء بمعايير الجودة الطبية لتتماشى مع معايير الجودة العالمية في التخصصات الطبية المختلفة. ويعتبر المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية هو المجلس المسؤول عن تنظيم وحوكمة الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية والمتعلق بسلامة المريض والتأكد من جودة الرعاية التي تعكس جودة التعليم والتدريب بكلية الطب. نظمت أكاديمية الشرطة 4 دورات تدريبية بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لطالبات كلية الشرطة في مجال فحص وثائق السفر وكشف المزور منها. يأتي ذلك في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز قدراتهن في هذا المجال.
في إطار تعزيز قدرات طالبات كلية الشرطة الفنية وتأهيلهن للعمل الميداني، خاصة في مجال فحص وثائق السفر وكشف المزور منها، والاستفادة من الخبرات الأجنبية والدولية في هذا المجال، نظمت أكاديمية الشرطة 4 دورات تدريبية بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لطالبات كلية الشرطة. Parce qu'ils n'avaient que du matériel qu'ils pouvaient utiliser, des imprimantes, des très grosses, dans c'était de l'industrie, hein, des imprimeries traditionnelles pour réaliser des faux documents. C'est ce qui explique finalement l'augmentation de ce phénomène de fraude documentaire, de fraude dans l'identité. Good one. That's false. No, it's not the same. This one doesn't exist. على مدار أيام الدورات الأربعة، قام الخبراء من الجانبين الفرنسي والأمريكي بتعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر وإطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها وكشف أساليب التزوير المستحدثة، فضلاً عن تدريبهن على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها، بما يؤهلهم للعمل الميداني في المجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمني مستقبلاً. Il y a des gens qui ouvrent des comptes bancaires avec des faux documents, des fausses fiches de salaire, qui alimentent ces comptes, qui demandent des crédits et qui disparaissent dans la nature comme ça au bout d'un certain. وقد أشاد الخبراء بنشاط الطالبات واستيعابهن لبرامج الدورات التدريبية، والذي ينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال الحيوي الذي يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية التي تتطور مع تطور التكنولوجيا. وتأتي هذه الدورات التدريبية والبرامج التعليمية والتدريبية المتطورة التي تخللتها في إطار الحرص على الارتقاء بالبرامج التدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة، والانفتاح على كل ما هو جديد في مجال العمل الأمني، والاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية لصقل مهاراتهم الأمنية، ليتمكنوا من أداء رسالتهم الأمنية مستقبلاً بكفاءة وفاعلية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 125 طنا. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طنا. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 105 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 705 قضايا، من بينها 179 قضية خبز ناقص الوزن و181 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 61 طن أقماح محلية. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس دندياس، وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول عددا من ملفات التعاون الثنائي بين مصر واليونان وسبل دفع هذا التعاون، خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعدة. وأضاف المتحدث أن الوزيرين تشاورا حول مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، فضلا عن سبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصلة. توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في ثاني محطات جولته الخارجية بعد اليونان. وفي ختام زيارة ولي العهد السعودي لليونان تم التوقيع على سلسلة من اتفاقيات الأعمال. جاء التوقيع في أعقاب اجتماع بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني، حيث اتفق البلدان على مد كابل بيانات تحت البحر يربط أوروبا بأسيا، كما ناقشا إمكان ربط شبكتي الكهرباء فيهما لتزويد أوروبا بطاقة خضراء أرخص.
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب والتصدي لجميع التجاوزات التي تمس أمن البلاد. جاءت تصريحات الكاظمي خلال ترأسه لاجتماع قيادات الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار لبحث الوضع الأمني. وقد أشاد الكاظمي بجهود القوات الأمنية التي ساهمت في تعزيز أمن واستقرار المواطنين. ونبقى في العراق، حيث قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن نجاح بلاده في عملية ربط الكهربائي مع دول الجوار سيحول العراق إلى ممر لدول العالم. جاء ذلك خلال وضع الكاظمي حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء بمحافظة الأنبار. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون التزام بلاده بإجراء الإصلاحات الضرورية لاستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار خطة التعافي الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني مع المدير الجديد لمجموعة البنك الدولي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا جون كريستوف، الذي أكد على أهمية القانون الذي أقره مجلس النواب اللبناني في جلسة أمس والمتعلق باتفاقية قرض للاستجابة إلى حاجات لبنان من القمح قيمته 150 مليون دولار. عكست نتائج الاستفتاء الذي شهدته تونس مؤخرا تأييدا واسعا من قبل الشعب التونسي لسياسات الإصلاح التي ينتهجها الرئيس التونسي قيس سعيد. يأتي ذلك في ضوء إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأييد أكثر من 94% لمشروع الدستور بنسبة مشاركة بلغت 27%. مسار ديمقراطي جديد تنتهجه تونس يرسي قواعد الدولة الديمقراطية الحقيقية، وذلك بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات موافقة أغلبية الناخبين على الدستور الجديد للجمهورية التونسية. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أعلن في مؤتمر صحفي تأييد أكثر من 94% لمشروع الدستور بنسبة مشاركة بلغت 27%. عدد الأصوات المصرح بها لكل إجابة، الإجابة بنعم 1,607,884 إجابة بنعم بنسبة 94.60%، الإجابة بلا 148,723 إجابة بنسبة 5.40%. الفصل الثاني، تبعاً لتحصل الإجابة نعم على الأغلبية من مجموع الأصوات التي تحصلت عليها كلا الإجابتين، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تصرح بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية. وعقب إعلان النتيجة خرج التونسيون لشوارع العاصمة تونس للاحتفال بالاستفتاء الشعبي، مؤكدين أن الدستور الجديد بداية حقيقية لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية القائمة منذ عام 2011. الدستور التونسي الجديد ينص على النظام الرئاسي وصون الحريات وتصحيح الخلل السياسي والفساد الذي تسبب فيه دستور 2014. الاستفتاء حول مشروع الدستور الجديد الذي نال تأييداً واسعاً يعد بداية الانتقال إلى مرحلة التنمية وتكريساً لديمقراطية حقيقية بدأت مع الإجراءات التصحيحية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، ونالت دعماً واسعاً من قبل الشعب التونسي للخلاص من الانقسامات والتراجع الذي شهدته تونس طوال الفترة الماضية. وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث قالت شركة غازبروم الروسية إن شركة سيمنز الألمانية لا تقوم بأعمال الصيانة المطلوبة لمحركات خط الأنابيب نورد ستريم 1. من جهتها أعلنت الحكومة الألمانية أن تقليص إمدادات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم 1 هي لعبة من روسيا لإثبات القوة. وأضافت الحكومة الألمانية أنها لا ترى أسبابا تقنية لتقليص إمدادات الغاز الروسي، وفي ظل ذلك قفزت أسعار الغاز الطبيعي في التعاملات بأكثر من 12% مع سعي الدول الأوروبية لتقليص استهلاك الغاز
بنحو 15% في الفترة من أغسطس 2022 حتى نهاية مارس 2023. انخفضت شحنات الغاز عبر خط الأنابيب نورد ستريم إلى حوالي 20% من طاقته حسب بيانات الهيئة الألمانية المشغلة، مما يعزز خطر حدوث نقص الغاز هذا الشتاء في أوروبا. وأكدت الهيئة الألمانية المشغلة غاز كاد التي تدير الشبكة على الأراضي الألمانية، أكدت أنه تم عبر خط نورد ستريم 1 نقل حوالي 1,280,000 متر مكعب في الساعة، أي حوالي 20% من القدرة القصوى لخط أنابيب الغاز، لكن الإمدادات انخفضت إلى 40% عن المعدل الطبيعي بحلول منتصف يونيو، أي قبل إغلاق الخط بشكل كامل لمدة 10 أيام لأعمال الصيانة السنوية بين 11 و21 من يوليو، ومنذ ذلك الحين استؤنف تدفق الغاز. بدورها حذر صندوق النقد الدولي من وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا، ما قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأشار الصندوق إلى أن نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ إلى 2.6% في 2022 وإلى 2% في 2023 إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز لأوروبا. يواجه العالم الكثير من التحديات في الفترة المقبلة، ومن أكبر التحديات ارتفاع نسب التضخم وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي في ظل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأيضاً وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا الذي قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3.2%، أي أقل من 4% من توقعات أبريل. وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي واجه عدة صدمات مما أدى إلى إضعافه، ومنها وباء فيروس كورونا، وأيضاً العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية، مما دفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد. ويتوقع صندوق النقد حالياً أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 8.3% هذا العام، بينما تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعاً في أسعار المواد الاستهلاكية تبلغ نسبته 9.5%. هذا وخفض الصندوق توقعات النمو لمعظم البلدان، وشمل ذلك إعادة نظر في اقتصادي الولايات المتحدة والصين ليخفض التوقعات السابقة بأكثر من نقطة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.3% في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع معدلات الفائدة. ولفت الصندوق إلى أن الركود قد يكون بدأ بالفعل في الولايات المتحدة، كما يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل كبير في عام 2022 ليسجل النمو 3.3% فقط، وهي أقل نسبة منذ أكثر من 4 عقود باستثناء النسبة المسجلة خلال أزمة كوفيد عام 2020 وبسبب المخاوف المرتبطة بالوباء وتدهور أزمة قطاع العقارات بحسب التقرير. هذا ورفع صندوق النقد توقعات التضخم العالمي ب9% إلى 8.3% في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد. كما حذر الصندوق من تزايد مخاطر أزمة الديون في الأسواق الناشئة بسبب قوة الدولار وارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو. أعلنت البحرية الأوكرانية أن الموانئ الثلاثة بالبلاد والمخصصة لتصدير الحبوب استأنفت عملها. ويعد أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالموانئ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. يذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقا الجمعة الماضية لمدة 4 أشهر من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة لتخفيف أزمة الغذاء العالمية. قال نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو إن اتفاقا يسمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ على البحر الأسود قد ينهار إذا لم يتم إزالة العقبات أمام الصادرات الزراعية الروسية. وقال وزير الخارجية الروسي إن شحنات الحبوب من أوكرانيا ستبدأ قريبا، وعبر عن أمله في أن يستمر الاتفاق.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير أكثر من 100 صاروخ هيمارس أمريكي بمنطقة دوناتسك. وذكر بيان للدفاع الروسية أن القوات الجوية دمرت مراكز الانتشار المؤقتة التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة ميكولايف، ما أسفر عن سقوط 200 عسكري أوكراني. وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت في منطقة خرسون 10 صواريخ من أنظمة هيمارس. أعلنت روسيا أن ضربات أوكرانية دمرت جزئيا جسر أنتونوفسكي في ضواحي مدينة خرسون. وقالت مصادر روسية إن استهداف الجسر زاد من صعوبة حياة السكان ولن يكون له أي تأثير على نتيجة المعارك. وتقع مدينة خرسون على بعد بضعة كيلومترات من الجبهة، حيث تشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا لاستعادة هذه الأراضي التي فقدتها في الأيام الأولى للعملية العسكرية الروسية بأوكرانيا. أعلنت مسؤولة في الخارجية الروسية أن سويسرا رفضت إصدار تأشيرات دخول لدبلوماسيين روس كان من المقرر أن يشاركوا في فعاليات أممية في جنيف. وقالت الدبلوماسية الروسية خلال اجتماع فريق العمل الأممي لشؤون أمن المعلومات الدولي، قالت إنه لضمان العمل الفعال للفريق الأممي فمن المهم أن تشارك الدول بالتمثيل الكامل في العملية التفاوضية. وفي وقت سابق رفضت الولايات المتحدة إصدار تأشيرة دخول لمدير دائرة أمن المعلومات الدولي للخارجية الروسية أندريه كورستريخ، الذي كان من المقرر أن يترأس الوفد الروسي لدورة فريق العمل الأممي الخاص بأمن المعلومات الدولي. انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عام ونصف تقريبا في يوليو، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. كما انخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك إلى 2.7 نقطة إلى 75.7 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021 وثالث انخفاض شهري على التوالي. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد أن المستهلكين أعادوا تقييم خطط إنفاقهم بشكل حاد هذا الشهر. تعطلت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا بشكل كبير مرة أخرى نتيجة إضراب الموظفين بسبب خلاف على الأجور وظروف العمل. حثت الشركة المشغلة لشبكات السكك الحديدية في بريطانيا مستخدمي القطارات على عدم السفر إلا للضرورة. يشار إلى أنه كادت أن تتوقف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لمدة 3 أيام بسبب إضراب الشهر الماضي. تعهد المستشار النمساوي كارل نيهمر بتكثيف الجهود الحكومية الحالية لمكافحة الغلاء وارتفاع معدلات التضخم وتأمين احتياجات البلاد من الغاز. من جانبه قال نائب المستشار النمساوي إن خطط الإصلاح الضريبي سوف تؤتي ثمارها في الشهور الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة في النمسا وأوروبا من أصعب أوقات الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية.
أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية بسبب إضراب موظفي الخدمات الأرضية. وذكرت شبكة ABC نيوز الأمريكية أن حوالي 134,000 مسافر اضطروا إلى تغيير خطط سفرهم أو بإلغائها تماما بسبب الإضراب، مشيرة إلى أن المحاور الرئيسية لشركة لوفتهانزا في مدينتي فرانكفورت وميونخ هي الأكثر تضررا. قفزت أسعار القمح الهندي محليا إلى مستوى قياسي على الرغم من حظر الصادرات مع تزايد الطلب وتراجع المعروض نتيجة لموجة حارة أضرت بالمحصول. هذا وخفض ارتفاع الأسعار فرصة أن تقدم الهند كميات كبيرة من القمح بموجب اتفاقات حكومية ثنائية لدول تعاني بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وقفز سعر القمح الهندي في السوق المحلية إلى مستوى قياسي بلغ نسبة زيادة 12% عن مستوياته التي بلغها بعد أن حظرت الحكومة الصادرات بشكل مفاجئ يوم 14 من مايو الماضي. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. في أول ظهور له عقب تعافيه من كورونا، بايدن يقول إن العالم يواجه متحورا شديد العدوى. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل أكثر من 18,000 حالة بمرض جدر القردة على مستوى العالم في 78 دولة غالبيتها في أوروبا. كانت المنظمة الدولية قد أعلنت يوم السبت الماضي عن تفشي جدر القردة كحالة طوارئ صحية عالمية. وفي سياق متصل، حذر علماء من أن فرصة وقف انتشار فيروس جدر القردة تتضاءل مع زيادة عدد الحالات بمقدار الضعفين وذلك كل أسبوعين. إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس جدر القردة الذي بات مصدر قلق دولي، قدم عدد من العلماء مشورة للمنظمة الدولية بشأن المرض مفادها أن فرصة وقف انتشار المرض تتضاءل مع زيادة عدد الحالات إلى مثليه كل أسبوعين، مما يثير مخاوف من أن وصول الانتشار لذروته قد يستغرق شهورا. وفي أحدث إحصاء توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد الإصابات إلى ما يزيد على 27,000 بحلول الثاني من أغسطس في 88 دولة، ارتفاعا من 17,800 حالة في نحو 70 دولة. ومع الانتشار الراهن الذي قد يؤدي إلى تحورات في الفيروس تجعله أكثر فاعلية في التفشي بين البشر، أكدت آن ريموين أستاذة علم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا عضو لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن جدر القردة، أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة الفيروس، خاصة أن فرصة القيام بذلك تتضاءل. ومع تجاهل وجود المرض في أجزاء من أفريقيا بدرجة كبيرة على مدى عقود، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى استجابة دولية منسقة وتضافر الجهود العالمية لتبادل اللقاحات والعلاجات لمواجهة هذا المرض. وإلى تطورات فيروس كورونا، وفي أول ظهور له عقب تعافيه من الإصابة بكورونا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العالم يواجه متحورا شديد العدوى. ونصح بايدن بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة. قمت بإجراء كل الأعمال المكتبية بدون أي مقاطعة من أي أحد. إذن هذه ميزة من ميزات الانعزال بسبب الإصابة بكوفيد-19. الآن نحن نواجه متحورا جديدا BA5. هذا المتحور قد ظهر بشكل مستجد، والكثير من الإصابات حول العالم لا فقط هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك علينا أن نأخذ الإجراءات الاحترازية من أجل أن نبطئ من انتشار هذا الفيروس.
وفرنا الاختبار أو الفحص على مستوى واسع حتى تقوموا بفحوصاتكم، خاصة بعد الاختلاط بأشخاص معرضين للعدوى، ولقد وفرنا الكمامات بشكل مجاني، لذلك رجاء ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة. هذه الإجراءات الاحترازية تضيف مستوى حماية إضافي لكم ولمن هم حولكم. كان البيت الأبيض قد أعلن أن نتيجة فحصين للرئيس بايدن بفيروس كورونا جاءت سلبية. وأوضح البيت الأبيض أنه بإمكان الرئيس بايدن الخروج من عزلته، وتم الإعلان عن إصابة الرئيس الأمريكي بالفيروس يوم الخميس الماضي عقب عودته من جولة خارجية له. أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل أكثر من 100,000 إصابة جديدة بكورونا. وأوضحت الوكالة أن البلاد شهدت ارتفاعا حادا في الحالات اليومية مع انتشار سريع لسلالة BA5 الفرعية من متحور أوميكرون. وتتوقع السلطات الصحية أن يستمر الاتجاه الصعودي الأخير في حالات الإصابة خلال الأسبوعين إلى 3 أسابيع القادمة. عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو جلسة مباحثات مع رئيس بنين باتريس تالون في القصر الرئاسي في مدينة كوتونو في ثاني محطات جولة ماكرو الأفريقية. تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى بنين بعد يوم من لقائه بالرئيس الكاميروني بول بيافي في ياوندي، حيث قال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستساعد بعض الدول الأفريقية على زيادة إنتاج الغذاء لمواجهة نقص الغذاء الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية. أعلنت المفوضية الأوروبية استجابتها للمشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات التي اشتعلت عبر مساحات كبيرة في شمال تشيك وعلى طول الحدود مع ألمانيا. ذكرت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي أرسل طائرتي إطفاء ومروحيتين إلى شمال تشيك، وتقوم حاليا كل من بولندا وسلوفاكيا بنشر مروحيات إطفاء في البلاد بجانب طائرتين تابعتين لأسطول الإنقاذ الأوروبي المتمركز في إيطاليا. ستعملان في التشيك اعتبارا من اليوم. أعلنت الفلبين ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أجزاء من جزيرة لوزان شمالي البلاد إلى 4 أشخاص، وتضررت حوالي 218 بلدة في 15 مقاطعة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.1 درجة بمقياس ريختر. تسبب الزلزال في تحطيم نوافذ المباني في مركز الهزة الأرضية، كما هز الأبراج الشاهقة الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر في العاصمة مانيلا. انطلقت القافلة الطبية بقرية أم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر إن القافلة أجرت الكشف الطبي مع صرف العلاج ل 149 حالة بمختلف التخصصات الطبية مع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. من جوه القافله بنقدم خدمه الكشف، بنكشف على المرضى. عندنا تخصصات كتير زي البطنه والعظام والرمد والانف والاذن والمسالك والاطفال والجراحه والنساء وتنظيم الاسره. عندنا كمان معامل التحاليل المتكامله سواء كانت دم او طفيليات. عندنا خدمه الاشعه، وبعد كده المريض بعد ما بيتشخص علاجه بيصرف علاجه كامل بالمجان. كل الخدمات اللي بنقدمها بالمجان. عندنا كمان خدمات زي الكشف المبكر عن الامراض المزمنه كالضغط والسكر. عندنا خدمه التثقيف الصحي ورفع الوعي. عندنا خدمه التقارير الطبيه واستصدار قرارات العلاج على نفقه الدوله، بحيث ان اي مريضه او اي محتاج اي خدمه طبيه ايا كان موضوعها او مجالها يلاقيها عندنا، وكل الخدمات بنقدمها بالمجان. احنا معانا جميع الخدمات الطبيه بنقدمها للناس بالمجان. احنا كعياده نساء بنعمل سونار بالمجان، بنعمل تحاليل دم برضه بالمجان، واذا استدعى الامر برضه بنعمل تحاليل بول وبراز بالمجان. وطبعا مش محتاج اقول ان العلاج اخر بالمجان يعني.
فالحمد لله خدمات ممتازة بنقدمها وكلها بالمجان من مبادرة حياة كريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تابع نائب محافظ بني سويف عاصم سلامة مشروعات حياة كريمة بمركز بيبا. وتفقد نائب المحافظ سير العمل ببعض المشروعات الجاري تنفيذها داخل قرية طاح البيشة في عدد من القطاعات الحيوية من الصرف الصحي ومياه الشرب والصحة والشباب والرياضة. احنا عندنا هنا في محافظة بني سويف 1616 مشروع، الحمد لله تم الانتهاء من عدد كبير جدا من المشروعات بنسبة انجاز 100%، زي مشروعات مراكز الخدمات الحكومية والمجمعات الزراعية، ودي تم الانتهاء بالفعل فيها في ال 12 مركز على مستوى ال 12 مركز حكومي على مستوى مركزي نصر وبيبا. ودلوقتي حاليا احنا في اطار الجولات الميدانية على المشروعات اللي بيتم العمل فيها حاليا. نزلنا قرية طاح البيشة، عملنا مرور ميداني، نسبة الإنجاز الحمد لله في مشروعات البنية التحتية بتتعدى 60 و70%. في استجابة سريعة من مؤسسة حياة كريمة، قدمت المؤسسة الدعم اللازم للأسر التي احترقت منازلها في إحدى قرى مركز كومومبو. وشملت هذه المساعدات أجهزة كهربائية ومواد غذائية وبطاطين، بالإضافة إلى عدد من رؤوس الماشية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة، وأكد المركز أنه تمت زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة 12.5% لتصل إلى 310 مليارات جنيه، مقارنة ب 275.6 في موازنة العام الماضي، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية وبرفع كفاءتها. تابع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي مستجدات مشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأكد وزير التنمية المحلية أهمية المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية من الوحدة التنفيذية للمخلفات لكافة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلتين الأولى والثانية للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال مع زميلتي فاطمة خليل، نتابع معها الأخبار. أهلا بك فاطمة. تفضل. أهلا بك نهى. أهلا بك يوسف، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الأولية بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تبلغ استثمارات هذا المصنع نحو 8 مليارات دولار بسعة تصل إلى 220 ألف طن سنويا، وذلك بين عدد من الجهات الحكومية والطرف الثاني المتمثل في إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند. ووفقا لمذكرة التفاهم، ستقوم الشركة الهندية بإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ألف طن سنويا، وهو معدل قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنويا من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في أحد المواقع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث سيتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل. بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي مع وفد من السفارة الهندية بالقاهرة سبل دفع الاستثمارات الهندية بمصر. وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس العمل لاستهداف واستقطاب استثمارات هندية في قطاع الهيدروجين الأخضر، وتعزيز التعاون مع بعض الشركات أعضاء اتحاد الغرف الهندية، والعمل على دراسة فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية.
ترأست مساعد أول رئيس الوزراء رند المنشاوي اجتماع الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، وذلك في إطار سعي الحكومة لإيجاد حلول سريعة وفاعلة للمشكلات التي تواجه المستثمرين والشركات بهدف دفع حركة الاستثمار. وخلال الاجتماع أشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوحدة الرئيسة بشكل مباشر بلغ نحو 109 شكاوى، تم الانتهاء من حل 42 شكوى منها، ويتم حاليا التنسيق بشأن 67 شكوى مع الوزارات للانتهاء منها بالكامل. عقد وزير البترول طارق الملا مباحثات ثنائية مع مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي أماني أبو زيد. تناولت المباحثات مناقشة الرؤية الموحدة للتحول الطاقي في أفريقيا والتي سيتم عرضها في مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. وأكد الملا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي مع تولي مصر قيادة ملف الطاقة في القارة الأفريقية خلال قمة COP27 والإعلان عن موقف إفريقي موحد في قضية التحول الطاقي العادل. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على تراجع جماعي مدفوعة بعمليات بيع من المتعاملين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين العرب للشراء وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات و300 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 624 مليارا و400 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر EGX30 عند مستوى 9350 نقطة وأغلق عند مستوى 9287 نقطة متراجعا بنسبة 67%. وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند مستوى 1845 نقطة وأغلق عند مستوى 1833 نقطة منخفضا بنسبة 62%. كما فتح مؤشر EGX100 عند مستوى 2704 نقاط ليغلق عند مستوى 2686 نقطة متراجعا بنسبة 68%. الأسواق النقد الأجنبي، ابتعد الدولار أكثر عن أعلى مستوى له في 20 عاما قبل اجتماع البنك المركزي الأمريكي لبحث أسعار الفائدة. ارتفع اليورو 33% إلى 1.1% أمام الدولار، لكنه فشل في تعويض الكثير من خسائر أمس التي بلغت 1% في أكبر انخفاض له منذ أكثر من أسبوعين بعد زيادة المخاوف من حدوث ركود في أوروبا عندما خفضت روسيا إمدادات الغاز إلى القارة عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. وتراجع الدولار بنسبة 0.2% إلى 136.69 أمام الين. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى للزملاء استكمال ما تبقى من السادسة. شكرا جزيلا لك فاطمة. يظل يوسف شاهين واحدا من أهم المخرجين في تاريخ السينما العربية، وتظل أعماله شاهدة على مجموعة من المحطات الفارقة في السينما المصرية. في مثل هذا اليوم رحل عن عالمنا يوسف شاهين في 2008، ويعد المخرج الوحيد الذي أرخ لسيرته في سلسلة من أفلامه. انتهت أخبارنا، وبقي التذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة ويوجه بالاعتماد على المكونات المحلية في التنفيذ. رئيس الوزراء العراقي يؤكد دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب. أوكرانيا تعلن استئناف تصدير الحبوب من 3 موانئ، وروسيا تهدد بانهيار اتفاق الحبوب ما لم ترفع العقبات أمام صادراتها.
إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.